عليكم الجمهور العزيز والكريم، معكم المهدي شهاب. بغيت نقول لكم بلي ان شاء الله عندنا موعد نهار 21 في شهر 5 في اونفيرس في مغرب كوميديان اون ستيج. معكم رشيد العلابي، كنضرب لكم موعد ان شاء الله في واحد الحفل ديال الضحك في اونفيرس. معكم بسوف من الكوميدي ارتيست رياليزاتور فاب ميناج رابلت بيت اكسيتيرا. انا في بروكسل، هذا الفيديو درناه انا وميلود ان شاء الله، تسناونا مجموعين انا عبد الرؤوف محمد الجم رشيد العلالي في اونفيرس في 21 ماي في هذا العام تقريبا شي سيمانه قبل رمضان. ان شاء الله غنجيو نبسطوا، غنجيبوا لكم معنا الشباكيه والحريره والطبله عامره. صباح الخير عليكم، معكم دنيا بوتازو، تسناوني ان شاء الله لو 21 ماي مع نخبه كبيره من الفنانين المغاربه ان شاء الله في اونفيرس. توحشناكم، بغينا نجيو نشوفوكم، جيو بزاف. شكرا لكم، تحياتي من مدينه الخيرات. الفكره في نهار الاول جاتنا كثروا با مال دي زيفينمون، ها ديفيليات قفطان بحال اللي راك عارف السي سعيد، درنا الديفيليه ديال قفطان باسيون في قفطان سنين، درنا السميه ديالنا خليناها رعاد باقيه، والسهرات كثروا وما بقاتش حاجه عائليه، وتفكرنا الضحك هو اللي كيجيب العائليه نخرجوا اونصومبل. وكل فنان ديال الضحك كاينين تبارك الله، السميات اللي خدامين معاهم درنا في الجروب، وبدينا في 2015 لا بروميير اديسيون تلونسينا، درنا لا دوزيام ثالثيام، دابا حنا وصلنا لا كاتريام غراس على الناس، الجمهور اللي كيجيو، لي سبونسور اللي راه مشاركين معنا وما عطاونا لا فورس باش نوصلوا هذيك هاد المنظمة ديالنا. مع تلاقينا مع السيد ميلودو هذيك الشيء باش نوصلوا هذيك الشيء. راك تشوف لو 20 معنا اون اديسيون سبيسيال على رمضان سيمانه قبل، ما فيها با مال الفكاهه، رشيد العلالي هو اللي قدم، عندك باسو بوزيان محمد الجم عبد الله فركوس بشرى اهريش دنيا بوتازوت عبد الرؤوف عاوتاني غادي يجي ان شاء الله ولده اسامه، عندك المهدي شهاب تبارك الله. راك شوف عندنا ان بروغرام، كل واحد يعني غادي يحب واحد من فنانه، كل فنان عنده الجمهور ديالو، وهذه اللي كنعطيو الطريقه للناس. اختار، جبت لك رشيد غادي تجي تعرف مع باسو، جبت لك عبد القادر السيكتور تعرف مع المهدي، كل فنان عنده هذاك الناس ديالو كيتعارفوا. ليديسيون باسي سيكتور جرب لا بروميير فوا بروك الانفيرس دار لا بوز، من تما الناس كيقولوا لنا هالفيسبوك الميلود نسيم جبنا السيكتور، جبنا السيكتور. السيكتور دابا فوقاش درناها لو 27 نوفمبر، درناها من هذاك النهار، واسي عبد القادر واسي كريم هو المانجر، لا دات لا دات قريب قريب ان شاء الله. ودابا شي ثلاثة سيمانات ولا نقولوا شي ربع سيمانات اون كلوتوري لا دات افيك عبد القادر السيكتور تبارك الله، تا هو البروغرام ديالهم شارجي وعطانا الفرصة عاوتاني نخدموا معاه. الميلود واحد يستور بوحدو. الميلود كنا حنا كنا باغيين نديروا التياتر، الضحك بي النشاط الله يعاون الله يعاون، بصح كان المغاربة ديالنا عجبهم الماكلة، ودرنير مينوت كنا نقلبوا، وتلاقيت تلاقينا مع السي الميلود يومين قبل الحفل، اتصل به جا عندي تا الاونفيرس، تلاقينا في الصالة وتما جات لاكليك، وبقينا في ابري ليفر عاوتاني كونتاكت بحال خوت، انا الخدمه بوحده والصحبه بوحده وفاميلي بوحده، بسبب الفكره اللي عندي واللي عنده هو بغينا نديرو اونصومبل، نقدو نمشيو بعيد. ها هو دار هو الفيستيفال ديال الضحك مع حنان شو، سخت مزيانه بصح عاوتاني جات درني المينوت اورغانيزاتها، فهمتي، كون نقدو نمشيو عاد بعيد. ودابا قلنا اليد في اليد، اونفيرس لا فلوندر نسيم بروكسل ميلود. اولا وقبل شيء اخويا سعيد نشكرك عاود مره اخرى على الاستضافه وعلى التتبع ديالك المستمر لكاع الحفلات ديالنا، وكما قال سي نسيم راه كراس هذا الحضور ديالكم والتتبع ديالكم اللي كيعاوننا وكيساعدنا باش نديروا حفلات ومهرجانات اخرين. بالنسبه للقصه انا غادي نسميها ماشي غير قصه تاع اول، هذه راه قصه حب، نقول صراحه حب بروفيسيونيل. نسيم كعرف سميتو نسيم وراه هو سيم ونسيم، فهمتني، ما يجيش زين بحالي بصح معليش ما كاين مكوشين. انه اول مره تلاقينا غراس دي زامي، تلاقينا انا وياه تعاوننا، شت بحال اللي كان لو كود فوت في الخدمه المعقول، شمي يكون المعقول ما تخافش. درنا الحفله الاولى انا وياه، انا كنت غير بواحد المشاركه يعني رمزيه والحمد لله شفت هذاك الشيء، هذاك عرض عليا قال لي ميلود نتعاونوا في هذا، تعاونت معاه ودابا
درنا لي تفلي الدنوية باش نديرو مسائل اخرين كبار، باسكو راه ما كاينش غير الضحك، كاين المسائل تاع الطراب، كاين المسرح، كاين السينما، وبغينا المعقول كما ديما كنقولها وقلت لك المره اللي دازت، بوحديتي ما نقدر ندير والو، يد واحده ما تصفق. وانا كان من هذا المنبر ماشي غير نسيم، قال الاخوان اللي بغاو يتعاونوا معقولين مرحبا مرحبا مرحبا. اش غادي نقول لكم، هي حتى حاجه ما بعيده، الواحد من يبغي شي حاجه كيدي بلاصه ليتو. حنا اونفيرس وبروكسل هي جوستومون هذه القوه ديالي مع نسيم، انه ما كاينينش غير بروكسل وما كاينينش غير اونفيرس، باغيين نتوشيو لو ماكسيموم تاع الناس، باسكو الا بقينا نديرو غير بروكسل الناس ديال لافروند غادي يبقى خاطرهم، الا بقينا نديرو غير ها هو بحال عبقادر السيكتور الناس حمقتنا عليه باش نجيبوه لبروكسل. غادي ان شاء الله، هذه راه من بين البرامج ديالنا وهذه القوه ديالنا، وحنا مرحبا بكل واحد. حنا اون دور بروكسل فلامون براب نو، يعني الاحتفالات ديالنا والمهرجانات ديالنا مفتوحه لاي واحد، اي واحد مرحبا به. بغيت نشكر عاوتاني سعيد مي عرض علينا، والناس ديال بانوراما كيعطيونا الفرصه نجيو نجلسوا عندهم، والناس اللي كيتفرجوا الفيديو ان شاء الله اللي غادي يتفرجوا في الفيديو بارطاجيو الفيديو. اميريكي اوف ايلفون اوفريغ دي بلاص ان شاء الله مسابقه، وعاوتاني البانوراما ايل فون فري ان ديني ان شاء الله بوغ دوبل بيرسون، وحنا نكونوا معكم ان شاء الله، وكنتوعدوا ان شاء الله تكونوا معنا. وواحد اللي بغينا، هذه اللي بغينا زعما كنخدموا عليها، هي الناس ديال جينيراسيون لا بريمير جينيراسيون اللي بغى يجي مرحبا به، التيكي معنا لورغانيزاسيون. الناس الكبار جينيراسيون ديال عبد الرؤوف فيتو، هذوك الناس بغينا نخرجوهم يجيو عندنا. هذيك ليديسيون التالي اللي دازت جاو الناس، وهذوك الناس خصهم يخرجوا وولادهم يخرجوهم، قاش محمد الجم وعبد الرؤوف ديالهم، وزيدو نجيبو نقربوهم عندهم. جينيال غنعاود نجد التشكر الشكر ديالي لسي سعيد، وعبر سي سعيد هي قناه اميغو 24، واللي قال الاخ ديالي سي نسيم انك اللي بارطاجي هذا الفيديو، غادي القناه ديال اميغو غادي دير واحد القرعه باش تهدي لكم التيكيات للانفيرت ان شاء الله. مرحبا بالجميع، مرحبا ومرحبا. احنا بلا جمهور ما كنسوا حتى شي حاجه، بلا اذاعات، بلا المنابر ديال القنوات ديالكم ما كنسوا حتى شي حاجه. كنشكر كاع لي سبونسور ديالنا، وعلى الخصوص اليوم بانوراما فاميلي ديال سكوير لافياسيون اللي تحتنا هذه الفرصه باش نديروا هذا اللقاء هنايا بالحضور ديالكم. واش مجموعه كبيره، علاش كنقول بهذا المنبر، هذا اكبر حفل كوميدي ما غاديش نقول في اوروبا، نقدر نقول في اوروبا باسكو ما نظنش شي واحد شي مهرجان جاب كاع هاد الاسماء، وهذا كيدل الى يدل على واحد الحاجه، على انه كيدل على الثقه اللي كدير فينا الناس وعلى المصداقيه ديالنا، انه باش تجيب كاع هاد هذا راه ماشي سهله. بصح فوجاه باش نديروا ندخلوا الفرحه والسرور في قلوب الناس، كل شيء سهل فوجاه الجمهور الزين. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. نشوفوك نهار 21 ان شاء الله. 21 بجوج بهم 21. شكرا.